بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زيكم يا أحلى متابعين، وكل سنة وانتم طيبين وصحة وسعادة، وربنا يعيد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. قصتنا النهاردة عن ثابت، الإنسان الفقير الطيب اللي كله خير، الإنسان اللي ضميره بيأنبه ربنا بيكرمه في كل حياته وفي كل أعماله، لأنه عنده ضمير حي بيتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه بحيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. الإنسان اللي بيتقي ربنا في الأكل، في أكله وفي شربه وفي حياته كلها، ما بيقبلش على نفسه أي حاجة حرام، ربنا بيكرمه من وسع، ويبص يلاقي نفسه ربنا رزقه كتير ورزق وفير. لكن لو أكل الحرام، الحرام دون بينزل في معدته كأنه نار أيدة. فثابت كان جعان وماشي في بستان، اتلقى تفاحة، أم قال ايه أنا جعان قوي، هو فقير جدا، قال فيها ايه يعني ما أكل نصها وبعدين أستأذن. بعد ما أكل نص التفاحة قال لازم أروح أشوف صاحب البستان ده واستأذن منه وأقول له معلش أنا أكلت نص التفاحة سامحني. ففضل ماشي وراح دور على صاحب البستان وقال له أنا جاي لك عشان تسامحني لأني كنت جعان وكلت نص التفاحة، وده بستان مليان تفاح ومليان خيرات الله. فتفاجئ بالراجل صاحب البستان وهو بيقول له مش مسامحك على نص التفاحة اللي انت كلته. قام قال له معلش سامحني أرجوك، ربنا يخليك سامحني، أنا آسف إن أنا أكلت نص التفاحة، بترجاك إن انت تسامحني. قال له مش هسامحك. فثابت بقى الآن والراجل سابه ومشي، أعمل إيه؟ أروح فين؟ واجي منين؟ لا أروح أستنى عند بيت الراجل دون لغاية ما يخرج، ولازم يسامحني وأعمل له أي حاجة هو عايزها. أنا مستعد أعمل له أي حاجة، أشتغل عنده، أعمل أي حاجة بس يسامحني على نص التفاحة. وفضل ثابت حزين، أعمل إيه؟ مش عارف. راح رايح مستنى عند بيته لغاية الراجل ما خرج من البيت، راح مقابله وقال له معلش صدقني أنا ما كنتش أقصد، يا ريت تسامحني أرجوك سامحني عن نص التفاحة اللي أنا أكلته. وهو حزين طبعا ومتضايق إن هو عمل كده وإن صاحب البستاني مش راضي يسامحه. هم قال له لأ أنا مش هسامحك، عايزنا سامحك؟ قال له آه يا ريت، أنا مستعد أشتغل عندك وأجيب لك أي حاجة، أي شيء تطلبه مني أشتغل عندك بدون مقابل بس تسامحني على نص التفاحة. قال له لأ مش هسامحك إلا بشرط واحد بس، إن أنت تتجوز بنتي. فبصله كده واستغرب، ازاي بيقول لي اتجوز بنته؟ هم قال له بنتي كمان هقول لك عليها، بنتي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم، صماء خرساء عمياء. فاستغرب ازاي هتعامل مع واحدة زي كده لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، أرجوك شغلنا عندك. قال له لا
هو ده شرطي الأساسي عشان أسامحك. فقعد يفكر ثابت، وفي الآخر قال خلاص، ما قداميش مفر إلا إن وافق عليه. وراح رايح لبنت الراجل، راح للراجل على أساس يكمله جواز. فبص الراجل طلع بنته، اتلاقاها آية في الجمال، الله الله، وتلاقيها بتكلمه، قال لها الله، امال ليه والدك؟ قال لي قالت له انا بكماء اللسان لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله، وعمياء لان ما بشوفش اي حاجه تغضب ربنا، مقعده لان قدمي ما بيودنيش اي مكان يغضب ربنا، وطبعا خرساء وصماء ان انا بسمعش اي كلام يغضب ربنا، وما بعملش اي محرمات تغضب ربنا. عشان كده ابي كان عايز يختار لي واحد يكون اخلاقه ويتقي كويسة ويتقي ربنا فيه، لان اللي زيك قليلين، اللي رافض وعايز يستأذن عشان نص تفاحة هيبقى أمين على بنته وهيخاف عليها لأنه عنده ضمير حي. وطبعا فرح ثابت وربنا كرمه من وسع، وهي طبعا غنية ومبسوطة، وأبوها من الأغنياء. بيبين لنا القصة دي ان الانسان اللي يعمل خير بيلاقي خير، واللي عنده ضمير حي ويتقي ربنا، ربنا بيكرمه من وسع. واتجوزوا فعلا وربنا رزقهم بابو حنيفة النعمان، سبحان الله، يعني ربنا اكرمهم من وسع، وكمان ذريتهم كانت صالحة زيهم لأنهم الاتنين صالحين ويعرفوا ربنا ومتقين ربنا في كل حياتهم وفي عملهم. هي إنسانة كويسة وطيبة وأخلاقها عالية، والطيبات للطيبين، والإنسان الأخلاق ربنا بيحطه في طريقه ناس زيه، لأن هو رفض وضميره أنبه إن هو ياكل حاجة مش بتاعته حتى لو نص تفاحية، فربنا أكرمه وعطاه خير وفير وخير من وسع. وربنا بيبين لنا إن اللي ربنا هيرزقه ممكن يرزقه بعشر أضعاف، بل مئات الأضعاف للإنسان الكويس اللي بيتقي ربنا في كل شيء، لأن ربنا اسمه الحق. ياريت نتعظ كلنا من القصة دي ونشوف فيها الحكمة، إن لو هو أكل كتير وما استأذنش كان هيعيد عليه إيه. ياريت كلنا نتعظ. رسولنا الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: الخير في أمتي إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختام أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، نكون انتهينا من الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد من منوعات دود إبراهيم. بتمنى لكم كل خير، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.